في مشكل ولا شي دير غادي غادي نهضر لكم ديكلاراسيون وكذا وداك فهمتيني ديك النوعه والكذبه انا كنتفاهم فيهم باللي باش يطلقوا لنا الديكلاراسيون ديالنا ما تلقوهاش لينا دابا كنتفاجئوا باش بهاد الناس باللي راهم حبسوا دابا الخدمه ما قالوا لي حتى شي حاجه ثم قالوا لي إذا متابعي الكرام متابعين شفتي في أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تمارة. واحد الشركة اللي دارت فايت وكما كنشوفوا عشرات المصير ديالهم دابا هو الشارع يعني كما كنلاحظوا الآن عمال يعني كيطالبوا يعني برزقهم. السلام عليكم سيدي ما تخلوا في الدقيقة فهمتيني الناس باغي الرزق ديالهم وباغي الحقوق ديالهم على المباشر عبر قناه شوف تي في. السلام عليكم كنشكر شوف تي في على هاد الوقفه اللي وقفت معنا حيت اصلا ما لقيناش حنا اللي وقف معنا اصلا ما لقيناش اللي ساندنا لا في لا في لا في في ليزانسبكتور ديال الشغل ولا حتى حاجه. مشينا ما عمر شي واحد راقبنا ما عمر شي واحد عرفنا واش كاينين بعدا هنا حنا هنا اصلا واش خدامين هنا والمشروع والمشروع كبير ديال الدوله وهذه وحنا وما عمر شي واحد جا عندنا راقبنا واش عندنا اوراق واش ما عندناش. انا خدام هنا كاينين الناس اللي خدامين هنا بحال حنا ساكنين هنايا في ديار المنصور في تمسنا كاينين الناس اللي خدامين هنا تقريبا انا من شهر خمسه ملي بدا المشروع لدابا وكنسالوا لهاد الناس وكنسالوا لهم فلوسنا حنا غير يخلصونا ويعطيونا على حسابنا ديال 6 شهور الله يعاونهم صافي. ما كنطالبوا حنا كنطالبوا حنا غير برزقنا حنا كنطالبوا غير بعرق كتفنا وكنتمنى هذا الشيء يوصل الميساج ديالنا يوصل للاعلى ولجلاله الملك الله ينصره وشكرا شكرا شوف تي في. اجي اخويا اجي اخويا. اذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في يعني كما كتلاحظوا نتاع المباشر عبر قناه شوف تي في. السلام عليكم خويا. مرحبا. صافي سير وي خويا. الاشكال اللي عندنا دابا هو هاد الناس ديال لونتربريز باقي ما داروا معنا حتى شي حل. خدمنا معاهم دابا صافي 2 سنين كنتسالوهم دابا شهر ديال شهر 12 وباقي كنتسالوهم شهور دازو وما حسبوش ما عطاوناش لي ريغلومون ديالنا حابسيننا غير هكذاك باقي ما داروش معنا الحل وشكرا. يعني كاين الناس خدامين كنسمع ناس يعني اللي مده وما خدامين مده كاين الناس اللي عندهم هنايا 15 عام ديال الخدمه باقي ما داروا معاهم حتى شي حل. هذا هو الاشكال. يعني انتم وليتوا مدارين تشرد الحبس حتى من العمل ديالكم. محابسيننا من الخدمه وسميتو لا ديكلاراسيون ما عندناش اوراق كتبروفي لينا باللي رحنا خدامين معاهم. هذا هو الاشكال. الناس هنايا النهار الاول جات راك عارف بدافع معاناش دارت فايت دارت فايت عرضات راه كاين كلشي في الجريده عرضات محطة الخرسانة القرواش كلشي حطاته في المزاد العلني وكلشي راه كاين في الجريده. يعني انتم اليوم وليتم متشردين الا ما عطاوكم صبركم اضيعوا. يعني كاين الناس كما انا سمعنا الناس كله من المنطقه كله منين جاي هنا باش يخدم على وليداته. اليوم هاد الناس يعني كما كنشوفوا المئات ديال الناس اليوم خارجين تحتجوا امام هاد الشركه هادي كطالبوا يعني الحقوق ديالهم ديالكم هما يعني خلاص تخلصوا. وكنطالبوا من المسؤولين يدخلوا لينا في اقرب وقت في هاد الاشكال اللي واقع هنايا. الناس اللي شاد القانون وشكرا. يعني متابعي الكرام متابعين شوف تي في يعني كما كتشوفوا صاحبي وشكرا شي واحد يعني كما كنشوفوا الناس يعني خارج هنا يعني كيطالبوا يعني بالحقوق ديالهم. يعني كما كنشوفوا الناس هنا اللي واقفه امام الشركه يعني واقف امام الشركه يعني نشوفوا حد المستخدمين الشركه. السلام عليكم خويا. حنا كنطالبوا غير
السلام عليكم. حنايا كنطالبوا بالمستحقات ديالنا ديال هذه سبع تقريبا سبع اشهر اللي خدامين هنا، وكاين اللي خدام معاهم حتى من عام لعامين ثلاث سنين، ودائما بحال هكا منين دينا في هذه المده كامله ما كناخذوش المستحقات ديالنا في الوقت ديالها. وحنا دابا ما كنديروا لا فوضى لا حتى شي حاجه، حنا كباغيين غير لي جور ديالنا والمستحقات. والناس هادو راه كانوا خدامين معنا، ولكن دابا الشركه علنات على الافلاس، وحنا ما عندنا فين غادي نمشيو. يعني الا مشينا من هنا بعشيه ما عندنا فين غنعسو. كاين تقريبا اكثريه هنا غير كاري، عنده غير الكرا والمصاريف والكريدي، وخاصنا باش نكونوا باش نلقاو باش نخلصوا الكريدي ديالنا ونخلصوا. حيت حنا راه خططنا دابا لهزوا الماتيريال وزوج السبعه، راه صافي ما كاين حتى شي حاجه. هذوك هي الضمانه ديالنا باش ناخذوا المستحقات ديالنا. والله الوطن الملك. شكرا لك. يعني متابعي كرام، متابعي نشوف تي في، يعني كما كنشوفوا المئات من ديال الناس العمال اللي هما خارجين الان يعني امام الشركه كيتحتجوا، يعني كيطالبوا يعني كيطالبوا بالحقوق ديالهم. يعني هو السلام عليكم. خدامين في هذه الشركه هذه يعني بعد ما جا واحد فايت فايت وكل شيء سلت مشى بحاله، هربوا، بقينا حنايا دابا هنايا الماختار، خرجوا الزنقه وما عندنا باش حتى باش ناكلوا ونركبوا، وبقاو هنا ملاوحين. اخويا انت كتشوف هذه احنا شحال ما اختار، خرجوا الزنقه، الا خرجنا اختار خرجوا الزنقه، ما كنسالوهم ريالاتنا. دابا راه لنا هنايا الاخر هما يجيو اليوم يخلصوا هما يجيو، دابا اختار خرجوا الزنقه وما عندناش باش ناكلوا، حتى المركوب باش نمشيو عند والدنا ما عندناش. كاينين الناس اللي خدموا 5 سنين، كاينين دار معاهم كثار، كاينين دار معاهم 5 سنين، كاينين دار معاهم حتى 8 سنين، وهما دابا رزقنا ما كيبغيوش يعطيوهم. دابا هو الاخر هارب علينا دابا، يعني حتى مول الشركه ما جاش واجه، لا حتى مول الشركه ما عندوش الوجه اللي يجي يواجه حتى واحد، كلشي كيتسنى هنا هذا الشيء كامل كيتسنى باش يواجه، ولكن حتى واحد ما عنده مول الشركه ما عندوش الوجه يجي يواجه العمال. الماتريال يعني كيتهز، يعني كسمعنا بانه تنفر مازال معنا حتى الماء، كلشي دابا محطوط وما خليو حتى حاجه تخرج، كلشي كيبيع. دابا العمال هما تما رزقهم، الماتريال كيتباعوا، العمال هما كيتسناو رزقهم، مازال ما عطاوهم حتى شي حاجه. الوعود الكاذبه. يعني انتم اصبحتوا اليوم متشردين، يعني متشردين متشردين مره. وعاش الملك. وعاش سيدنا. عاش الملك. عاش الملك. المشاكل ديال مول الحانوت هذا مكريدي على الناس كلهم. سيدي اجا خويا، عندي الحانوت مع هذه الشركه من 2015، وانا كنت معاهم ديما يعني بخير وعلى خير، ولكن هذه المره دابا كيعذبوا عباد الله في الخلاص ديما. دابا ما تخلصوش، ها دابا دايرين كلشي في هذا المزاد العلني هنايا، وكيجيو الناس يبغيو يهزوا هادشي ما كنخليوهمش. الفلوس ما كايناش، حتى السلعه اللي كانوا كيجيبوها لي عباد الله راه ما بقاتش السلعه. دابا الناس اللي كيجيبوا لي انا سلعه بكريدي وداك الشيء ما بقاش، ما كيبقاش كيبغي يعطيني الكريدي. انا دابا الشركه كنسال فيها شي 6 مليون ديال الكريدي اللي كنسال لهم. انا العمال دابا انا كنعطيهم حتى ما بقى والو. العمال ما هاربينش منك، هما كلشي كيقول لك كتسن لينا، ولكن ما خلصوناش. هما ما ناكرينش، هما حتى واحد ما ناكر، كلشي الدراري كلشي ما حتى واحد ما ناكر. مول الحوانت مسكين راه ضايع، ضايع ولا تا ضايع. اليوم راه كاين اللي ما لقاش الخبز بعد اليوم باش ياكل، اليوم والخبز ما جات ليه الخبز. دابا إلا ما جاوش خلصونا ولا شي حاجة راه ما غاديش، حتى واحد ما عندوش باش يعطيني، هما أصلا ما لقى حتى واحد باش يمشي عند وليداتو. غتحبس يعني ما كاين لا خدمة. صافي دابا ما بقات لا خدمة لا فلوس لا والو. ودابا البروجي هادي دابا قول دابا هادي 5 شهور ولا شنو، حنايا غير كيجرونا وصافي، فهمتي. الخلاص ما كاينش كاع، الخلاص ما بقاش منظم كيف ما كان. شكرا لك خويا، كنتمنوا الرساله باش توصل لاقرب وقت. يعني متابعي كرام، متابعي شوف تي في، حنا كنتواجدوا في التامسنا، هذا واجب. يعني حنا كنتواجدوا في التامسنا، يعني كما كتشوفوا المئات ديال العمال اللي ما تخلصوش في احد الشركات اليوم، يعني كيطالبوا وكيناسدوا.
يعني كيطالبوا وكينازلوا يعني باش يديروا معهم واحد يعني الحل اللي عطاهم رزقهم. متابعي الكرام متابعين شوف تي في يعني كنا معكم من تمسنا. عاشت السلطة الرابعة، عاش الملك، عاش الملك. إذا متابعي الكرام دمتم في رعاية الله، كنا معكم من مدينة تمس.